النهاردة وصلت وزارة القوى العاملة صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس السيسي لمليون وستمائة ألف عامل غير منتظم، واللي هيصرفوا حوالي 800 مليون جنيه. وحضراتكم عارفين أنه القيمة للفرد الواحد في الشهر حوالي 500 جنيه، بيتم صرفها من خلال ماكينات الاي تي ام، وبتكون مسبوقة الدفع، واللي خدها المستفيد من المرة الأولى. معايا على التليفون الأستاذ هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة. مساء الخير أستاذ هيثم. يا دكتورة ازي حضرتك؟ أهلا بيك. طمنا على سير الإجراءات للدفعة الثانية النهاردة. طبعا أنت عارف طبعا مجرد ما فيروس كورونا ظهر عندنا، ساد رئيس أفتح السيسي تفضل مشكورا بتوجيهاته بصرف منحه للعماله غير المنتظمه المداره من فيروس كورونا. والمنحه الواحده كانت 500 جنيه تصرف على ثلاث دفعات، على ثلاث اشهر يعني. احنا صرفنا الدفعه الاولى خلال الفتره من ابريل حتى 14 مايو، واللي صرف خلال الفتره ديت مليون و600,216 مستحق. ايوه. 800 مليون و108 الاف جنيه بالظبط. اما كان بيصرف من شباك البريد المستحق كان بيديله في نهايه المبلغ بيديله فيزا. أيوة. علشان يبدا يصرف بيها الدفعه الثانيه والدفعه الثالثه ان شاء الله للشهر الجاي. احنا بدانا اللجنه قررت، اللجنه الوزاريه اللي بتضم وزاره القوى العامله والتخطيط والاتصالات والتموين والتضامن، قرروا صرف المنحه الثانيه الدفعه الثانيه من يوم 21 لحتى يوم 25. النهارده بقى لنا يومين بنصرف، اصطرف اكثر من نص مليون حتى اليوم من المستحقين اللي هم مليون و600,216 مستحق. ايوه. مستمرين في الدفع في الصرف، بيصرفوا من خلال 14,000 ماكينه على مستوى الجمهوريه. والمستحق بيجي له رساله قبلها 48 ساعه علشان يبقى يقول له الصرف ميعادك بكره. هي كل الفلوس متحوله فعلا قريب موجوده في الحساب، بس الفكره كلها احنا بنقسم كل يوم 260,000 عشان الناس ما تروحش تتكلم على مكنات الصرف وحفاظا على سلامتهم. نعم. كم واحد النهارده يا فندم صرف في اول يوم؟ هو صرف في اول يوم 260,000 والنهارده 260,000، يعني عدينا النص مليون اللي صرفوا. استاذ هيثم، لو الناس عايزه تقدم تاني طيب واللي ما لحقش في اول مره؟ لا، هو خلاص، هي احنا فتحنا الباب لمده شهر. ايوه. واللي تقدم لينا حوالي اكتر من 4 مليون قدموا. ايوه. نقحنا المتقدمين دول من الجهات المعنيه نقحتهم، وصلوا حوالي 2 مليون. اللي صرف منهم في اول مره اللي هم بقول لحضرتك اللي هو مليون و600,216,000، هم دول اللي صرفوا، هم دول اللي بيصرفوا المره دي في الدفعه الثانيه. بشكر حضرتك استاذ هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزاره القوى العامله.